الله مساكم كل خير. هذا رجال مديون عليه دين حدود فوق 100,000، وجاء صاحب الدين قال له ابغاك تسددني ولا ترى برفع لك قضيه. المهم رفع عليه قضيه ومحاكم وسجنوا الرجال هذا المديون هذا، اسجنوه. يوم دروا جماعته طبعا بدوا يقططون له، هذا يقط وهذا يقط، وجماعته حوله قطوا لين طلعوه من السجن. بعد ما طلع من السجن سووا له عشاء، هو بالسجن استحى يقول له جماعة أنه في دين ثاني علي ب60,000. سكت الرجال وقال لعل هذاك إن شاء الله ما يطلبني وإن شاء الله خير. بعد 4 شهور 5 شهور بعد ما طلع من السجن الرجال، جاه راعي الدين أبو 60,000، قال شوف أنا سمعت بسالفتك، لكن والله أنا ماني رافع لك قضية ولا أني سجنك، لكن كلم جماعتك خلهم يسددون ومعك 4 شهور ولا ترى برفع عليك قضية وبتنسجن مرة ثانية. زين، قاعد الرجال يفكر كيف يسدد دينه. راح كلم واحد وقال له غدين احصل عندك 60,000. قال والله انا يا اخوي انت عارف الوضع والحال من بعضه يعني، وانا لو املك 60,000 هذه ما يعني ما راح اقصر عليك، لكن ابى افكر لك بحل ان شاء الله، وان شاء الله الحل طيب. هذا في رجال في مزين البن يطروه، ورجال كويس ويساعد الناس، والرجال هذا يساعد الناس، وكثير ناس راحوا له وشرحوا له حالهم وساعدهم الرجال باللي يقدر عليه. المهم أخذ نفسه ومشى للرجال هذا عند مزين البل، ورجال مشهود له بالخير يعني. فراح للرجال هذا العصر وجاه وقال له طول عمره أنا سالفتي كذا وكذا وكذا، وأنا والله الرجال عجيت على سمعتك وعلى المهم أعطاه من العلوم هذه. قال وأنا والله ودي أتسلف منك 60,000 عشان أسدد ديني، وإن شاء الله بيني وبينك اني ارجع لك فلوسك خلال الفترة الجاية وابد وابشر. قال له رد عليه الرجال هذا، قال ارجع وتقهو واشرب فنجانك، وقهواه وسوى له عشاء. طبعا هو ساكت وهذاك طالع فيه، طالع في رعي المزين البل هذا يطالع فيه ما رد عليه، سكت ما لا رد عليه لا ايه ولا لا. وعشاهم ذيك، وبعد العشاء طول عمره السلامة تعشى وعين الله خير، ونادى واحد عنده شغال عنده، أعطاه كذا كم كلمة بإذنه وراح. قعد نص ساعة شوي له جاي بدينة وفي لها قعود فدينها. المهم يوم خفت الناس وراحت الناس كلها، طبعا هم راحوا الناس، قال له تعال. يوم قال تعال، قال شوف هذا قعود يسوى 50,000، خذه وزبط وضعك فيه، و50,000 هذه ابغاك تردها لي، ولاني ما اخذ عليك ورق ولاني ما اخذ عليك شيء، لكن ان شاء الله انك اجودي وبترد الفلوس ان شاء الله. قال الله يبيض وجهك ما قصرت، والله يعطيك العافيه والله. المهم شال على راسه. المهم الرجال اخذ الدينه واخذ السوداني مع الدينه وراحوا وين؟ راحوا للسوق. طبعا هذا الكلام في الليل. ثاني يوم نزلوا السوق وقاعد يحرج على الديانة، القعود اللي في الديانة. المهم السومة بدت بألف، 2000، 3. رجال استغرب، قال وش السومات هذه؟ قال هذه سومتها اللي معك، هذا حده 3,000، غديك تبيع 3,000، 4,000، 5,000، 5,000، شوف عشان انك رجال طيب وجودي 5,500 ريال. قال والله هذا ما هو حل، هذا زعل. قال هذا كيف يضحك علي ويقول لي تسوى 50 وهي ما جابت لي 5,000 في الحراج؟ زعل مرة. قال له السوداني ارجع لمعزب ارجع. يوم رجع لمعزب هو مضرس. يوم وصل للمعزب قال انت كيف تقول لي كذا؟ هذه تقول لي تسوى 50 وهي ما جابت لها 5,500 في السوق في الحراج. وانت الله يهديك يا اخي، قول ما تبغى تعطيني لا تعطيني، قول لي ما عندي لك شيء. اما تسوي كذا تلعب علي وانا منمس وانا قاعد افكر. المهم قال مين اللي يقول الكلام هذا؟ راعي البل يقول مين اللي يقول الكلام هذا؟ قال اللي في الحراج ما عنده 5,500. قال انا ولد ابوي هو يمسك وينزل معاهم للحراج الضحويه وينزل، قال يلا على الحراج قدامي. المهم يوم راوي سدينه وراحوا للحراج، ونزل هذا الشيخ المعروف راعي البل راعي المزايين، معروف رجال معروف، وتجمعت الناس وعلى نسوم ايش؟ القعود.
المهم والسومة تبدأ من 30,000 30 30 30 30 35 40 40 50 50 ويجي واحد يحط فيها 100,000 100 100 100 100 200 وصلت السوم وصل 200 ما صدق الرجال هذاك 250 250 ويجي واحد يسومها ب 300 ويوم يدروا انها الافلام من بالافلام ويزيدوها 300 المهم وصلت 320,000 احد يزود ما حد زاد قال مبارك عليك قال كيف 320,000 من بعد 5500 اليوم الصبح المهم قال يا ولد الوضع مريب فيه انه يوم جاء الرجال هذا وين ترتفع السومه المهم يطول العمر قال التفت رعيال بالله التفت لاخويه قال ها ودك تبيع 320 ولا لا قال انا بعت قالوا خلاص خذ شيك قال لا الشيك هذا معروف ما يمشي عليه الشيك هذا الوضع كله مريب في مريب انا ابغى نقد كاش تعطيني اياهن كاش قال ابشر كاش خلاص انتظر لك ساعتين ان شاء الله وتجيك قروشك كاش المهم بعد ساعتين راحوا للبنك صرفوا الشيك وبعد ساعتين جيت الفلوس كاش 320,000 ويلتفت عليه راعي البل قال له ها ودك تسددني 50 الحين ولا بعدين قال له ها خذ هذا 50,000 الحين واعطاها الخمسين الف فالحال خلص دين راعي البل وقام يدق على خويه هذاك اللي هدده يقول له بعد 4 شهور بشتكيك في المحكمه على 60,000 قال وينك انا جايك المهم يجيه ويعطيه 60,000 ويبقى معه من 320 يبقى معه 210,000 ما هم صدق قبل 3 ساعات او الصبح كان مطفر حالته حاله سبحان اللي اغناه بطريقه غريبه جدا 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 سبحان الذي لا اله الا هو وهذه قصتنا لليوم وان شاء الله تنال اعجابكم واستحسانكم ويلا حي الجميع.